موسم جديد، حلقة جديدة من هادي سينوز وورد وهي ماجازين. حلقتنا خاصة بالهول كوتور الأزياء الراقية. مثل ما بنعرف الأزياء الراقية هي حلم كل شخص منا بيحلم يكون عنده قطعة مميزة خاصة لإله باسمه الخاص فيه. وأكيد هالشي مصممينا يلي بيحبونا ودور الأزياء اللي معروفين عالمياً كل موسم بيقدمونا مجموعات مثل الحلم. وهالسنة لخريف شتاء 2016-2017 بنلاحظ الأجواء كانت فيري تيل، كل واحد منهم حب يسافر على طريقته الخاصة فيه يا ما يبدع على طريقته الخاصة فيها. نفتتح الهوت كوتور مع مصممنا إلي صعب. إلي صعب لهالموسم حب يسافر على نيويورك، وبنيويورك حب يختار الطاقة، الأزياء المميزة والأركيتكتشر اللي تحولت على الأزياء بالشك وبالتطريز المشبعة بالأنوثة على طريقة إلي صعب. أما عن فندي، كانوا هالسنة عم يحتفلوا بعيد الخمسين سنة للمصمم كارل أكفيلد يكون معهم بهالدار، والأزياء تحولت على طريقة مميزة على تكنيك جديدة اللي هي كانت كلياتها من الفرو. وبحب ذكر إنه هيدي المجموعة كانت تاني مجموعة للهوت كوتور بأسبوع الموضة. اما عن دار ازياء شانيل لبوتيما يلي تحولت على الازياء يلي خلي المصمم كارل لاجرفيلد يفنجي كيف بصير الشغل الهوت كوتور، كيف الايادي الصغيره الارتيزانال تتحول على الازياء يلي تحولت كلياتها على الكاتوك. كل مرة أكيد دار أزياء شانيل بخلينا نحلم بالعناوين المميزة، بس لكن هالمرة حب يفرجينا الأسرار الصغيرة بالأزياء الراقية. أما عن جان بول غوتيه، جان بول غوتيه حب يسفرنا على الغابة، على الغابة بأسرار الغابة، بس لكن على طريقته الخاصة فيه يلي كانت كلياتها دانسينج وذ ستار، سهرات الحلوة المميزة يلي مليئة بالحياة، بس لكن بالغابة على طريقة مسيو جان بول غوتيه. فالنتينو لخريف شتاء 2016-2017 حبوا يحتفلوا بعيد 400 سنة لويليام شكسبير يلي تحولت على الكاتوك بطريقة جديدة وحديثة وبتنعاد كانت من إحدى أحلى المجموعات لهالموسم. وبالنهاية عن جو باتيستا فالي حب يفوت بأجواء جديدة من الكوتور وهي أجواء الجرانج اللي تحولت على أزياءه، بس لكن أكيد الجرانج على الطريقة الراقية والمميزة. وهيك
مع هالازياء اللي خلتنا نحلم بالازياء الراقيه لهود كوتور نوصل لنهايه حلقه هاديا سينوس وورد وهي ماجازين. اكيد مثل العاده فينا نتواصل على كل السوشيال ميديا اللي مبينه عندكم على الشاشه. باي باي.